السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. كنا في الحلقات اللي فاتت بنحاول نبحث عن المنشود بعد ما تعرفنا على الموجود، علشان خاطر نطرح الموجود من المنشود ونتعرف على المفقود عندنا بالضبط ونبذل له ما يستحقه من الجهود. وقلنا إن المنشود ده باختصار هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكنا بدأنا في الحلقات الماضية نتعرف على حاجة مهمة جدا وهي في غاية الأهمية ويمكن أهم في البرنامج على الإطلاق، وهي المنهجية أو الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم بيها الصحابة القرآن وعلم بيها أطفال الصحابة على وجه الخصوص القرآن الكريم. تمام؟ ووصلنا النهاردة للحاجة اللي احنا مستنينها في الحلقات كلها، ويمكن لمصطلح من أهم المصطلحات الحقيقة وعبارة من أهم العبارات فيما يتعلق بتعليم الأطفال القرآن، وهي عبارة الإيمان قبل القرآن. قلنا إن الصحابة لما وصفوا المنهجية اللي تعلموا بها القرآن وصفوها بأكثر من عبارة، وصفوها بعبارة العلم والعمل، وصفوها بعبارة القرآن والعمل، القرآن والعلم والعمل، ودي كده مجموعة على بعضها. وقلنا وصفوها كمان بعبارة تانية وهي عبارة الإيمان قبل القرآن. يا ترى مين اللي قال العبارة دي؟ ايه معنى العبارة دي بالضبط؟ ازاي احنا نحقق المفهوم ده او نطبق هذا المصطلح؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه في الحلقة بتاعة النهاردة، فنتابع مع بعض ان شاء الله. ونبدأ مع بعض بكلام لسيدنا عبد الله ابن عمر. سيدنا عبد الله ابن عمر بيقول: لقد عشنا برهة من الدهر واحدنا، ركز مع بعض، واحدنا يؤتى الايمان قبل القرآن. لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني إيه يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ الحقيقة سيدنا عبد الله بن عمر كفانا تفسير الكلام ده وقال: فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم، نقدم مع بعض، فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها، وفي رواية وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. والزيادة دي في بعض الروايات: كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل، وكل حرف منه ينادي أنا رسول الله إليك لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. طيب، محتاجين نقف وقفة مهمة الحقيقة مع كلام سيدنا عبد الله بن عمر. لكن قبل ما نتكلم عن كلام سيدنا عبد الله بن عمر، أنا حابب أوضح لحضراتكم حاجة. النهاردة لما نيجي نبص على الآية القرآنية من الناحية التركيبية، يعني مثلا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قول الله عز وجل: وكونوا مع الصادقين، أي آية من الآيات القرآنية أو الكلام ككل، لما نبص عليه من الناحية التركيبية، تركيبه عبارة عن ايه؟ هنجد ان هو ينقسم الى مباني ومعاني، مباني ومعاني. طيب، المباني دي زي الحاء الالف الفاء الظاء زي ما قلنا قبل كده، ودي شايلة معنى او شايلة دلالة، خلاص. فالالفاظ او المباني شايلة المعاني. اذا لما نيجي نبص مثلا على حافظ وعلى الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لما نبص على وكونوا مع الصادقين، لما نبص عليها نجد انها تركيبيا تتكون من مباني ومعاني. المباني اللي هي الالفاظ او الحروف، والمعاني اللي هي الدلالات او الحدود اللي هي تحملها. تمام؟ طيب، لما نيجي نبص على المباني دي ونبص على المعاني، المباني لما نيجي نبص عليها ايه حقوقها؟ يعني لو احنا مثلا مسلم النهارده على سبيل المثال،
يحب ان هو يقوم بحقوق المباني عليه. يعني كده كده كلام ربنا ليه علينا حقوق، واحنا يعني دورنا ان احنا نؤدي واجباتنا تجاه كلام ربنا سبحانه وبحمده. فمثلا المباني نعمل معاها ايه؟ ايوه صح، نقراها، ايوه قراءة صح، او كمان تلاوة زي ما قلنا قبل كده. تاني حاجة ايه؟ ايوه صح، تجويد وضبط، نضبطها ونجودها كويس جدا. ايه كمان؟ ايوه حفظ، احسنتم، تمام فعلا. يبقى المباني حقوقها ان احنا ممكن نقراها، نجودها ونضبطها ونحفظها، دي كده بنسميها حقوق المباني. طب لما نروح للمعاني، معاني المعاني اللي شايلها المباني دي، احنا يعني واجبنا تجاهها ايه؟ نعمل ايه معاها؟ ايوه صح، احسنت، نفهمها، ايوه تمام، اي ونتدبرها، ايوه تمام، ونعمل بيها. صحيح، نفهمها، نتدبرها، نعمل بيها، نفهمها ونتدبرها ونعمل بيها. طيب كويس قوي. النهارده هنسيب الكلام ده دلوقتي وهنروح لحاجه مهمه. كلمه القران او الاقراء بتيجي في يعني في لغه العرب، وبتيجي عند او عندنا في القران بمعنى ايه؟ يعني مثلا لما نسمع قول الله عز وجل ان علينا جمعه وقرانه، ان علينا جمعه وقرانه، ايه معنى قرانه؟ يعني ان علينا جمعه ومصحفه؟ لا، هنا القران مش على المعنى الاصطلاحي، ده على المعنى اللغوي. يعني ايه المعنى اللغوي؟ اللي هو الاقراء، اللي هو الاقراء. فهنا المراد بان علينا جمعه وقرانه، يعني ان علينا جمعه واقراءه لك. الاقراء اللي هو ايه؟ ان هو يحفظ في صدرك، ان انت تكون حافظه على اضبط صوره واتم صوره واكمل صوره. اذا كلمه قران ترادف كلمه اقراء، وبتعبر عن القراءه، التجويد، الحفظ. الله، ده احنا كده ممكن نقول على حقوق مباني القران الكريم او الفاظه، ممكن نقول على حقوق الحروف دي، نقول عليها انها قران. يعني الواجب تجاه المباني او الالفاظ ان انا اقراها، اواتي بالقران بتاعها. يعني ايه اقراها واتي بالقران بتاعها؟ يعني اقراها وان انا اجودها واضبطها وان انا كمان احفظها. يبقى الاقراء او القران هو حق من او هي حق جماع حقوق المباني. طيب كويس قوي. كلمه ايمان، امن بكذا، يعني عمل ايه؟ امن بكذا، ممكن يعني قبل الإسلام كانت تبقى آمن معناها صدق قلبيا، وشيخ الإسلام تيمية يقول آمن يعني أقر، يعني كمان فيها بعد مصدق قوليا وحاجة زائدة على التصديق برضو اللي هو القرار. لكن خلينا نقول في الشريعة ببساطة إن أصبحت في الإسلام كلمة آمن بكذا أكمل صورها، يعني آمن بكذا في أكمل صورها، يعني صدق قلبيا وقوليا وعمليا. يبقى اللي آمن بحاجة هو بيعمل بمقتضى الحاجة اللي هو صدق بيها قلبيا وصدق بيها قوليا. فالنهاردة لما نبص على الآية القرآنية، الآية القرآنية بتحمل خبر. الخبر ده هو عبارة عن مثلا إخبار عن أسماء الله وصفات الله سبحانه وبحمده، إخبار مثلا عن إن ربنا سميع، عن إن ربنا رقيب، ربنا رقيب علينا، بتخبر بكده الآية القرآنية. فأنا محتاج أؤمن بالآية دي، يعني أصدق بها قلبيا وأصدق بها قوليا وأصدق بها عمليا، يعني أعمل بمقتضى اللي أنا أمنت به ده، فراقب ربنا، فاستحي من الله سبحانه وبحمده. إذا كلمة آمن بالآية أكمل صور الإيمان بها هي أن الإنسان يبقى صدق بها قلبيا، فهو متيقن فيها وعنده يقين ودافعية، وصدق بها قوليا وصدق بها عمليا. تمام؟ طيب تعالوا نروح لآية موجودة في القرآن ربنا بيقول فيها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني الله سبحانه وبحمده بيقول المؤمنين بالقرآن الإيمان الكامل، لأن احنا عندنا الإيمان بالقرآن على قسمين. في أصل الإيمان بالقرآن إن هو من عند الله، وإن هو ما فيهوش ريب ولا شك، وإن هو ما فيهوش كذب، وإن أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن نزل به جبريل، ده اللي بنسميه أصل الإيمان بالقرآن. لكن بقى كمال الإيمان بالقرآن، يعني الإيمان المنشود بالقرآن، هو اللي ربنا وصفه هنا لما قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. تمام؟ إذا مين اللي يؤمنوا بالقرآن؟ مين اللي يؤمنوا بالكتاب؟ الذين يتلونه حق تلاوته. طب يعني إيه يتلونه حق تلاوته؟ ايوه، لا انا اسف بقى، هي مش زي ما حضرتك بتقول، او زي ما حضرتك بتقولي، مش زي ما هو مشتهر في واقعنا ان يتلونه حق تلاوته متعلقه بالالفاظ او المباني او الحروف.
انها يضبطونها حق ضبطه ويجودونها حق تجويده، لا، المعنى الاساسي بتاعها اللي الطبري نقل اجماع الصحابه والمفسرين عليه، نقل اجماع الطبري شيخ المفسرين، نقل اجماع الصحابه واجماع المفسرين على ان يتلونه حق تلاوته معناها يتبعونه حق اتباعه. يا الله، يتبعونه حق اتباعه. ايوه ده بتاعه المعاني، والله طلع بتاع المعاني. هي اصلا بتاع المعاني. وابو عمر بن عبد البر من علماء الملكيه الكبار قال: ولا خلاف بين العلماء في ان معناها يتبعونه حق اتباعه. يبقى دلوقتي ابن عبد البر بينقل الاجماع برضو ان معنى يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه. طب يتلونه حق تلاوته الذين اتيناهم الكتاب يتلونه اولئك يؤمنون به، ولا حق تلاوته؟ حق تلاوته، يعني اكمل صور الاتباع. ما يمنعش ان يدخل في كده الضبط والتجويد والحفظ وغيرها من الامور المعينه على كمال الاتباع، لكن ده المعنى الاساسي. وللاسف الشديد، للاسف الشديد، المعنى الاساسي للاسف تم ازاحته وحل محله المعنى الفرعي اللي المفروض ان هو وسيله لتلك الغايه، يعني ضبط الالفاظ وغيرها وسيله للغايه الاكبر اللي هي الاتباع والعمل. فللاسف رغم ان يمكن المشتهر عند الصحابه والمشتهر عند التابعين والمشتهر عند الاوائل ان ده كان معناها يتبعوا حق اتباعه. وللاسف دي من الايات اللي فيها اضطراب مفاهيمي واقع في 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 زماننا ده وفي دنيانا دي. المهم، يبقى يتلونه حق تلاوته الاجماع على انها يتبعونه حق اتباعه. وبنقول ما ننفيش ان ممكن يدخل فيها يضبطونها حق ضبطه ويجودونها حق تجويده من باب انه وسيله لغايه، مش من باب انه غايه لوحده اصلا. تمام؟ والا فايمان اليهود والنصارى بالقران لم يكن ايمانا كاملا، وربنا سبحانه وبحمده عاتبهم على تقصيرهم في حق القران رغم انهم كانوا حملوا التوراه ثم لم يحملوها، يعني كانوا يحملوا الالفاظ. رغم انهم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء اليهود والنصارى يقرون التوراه والانجيل ولا يعملون بشيء مما فيهم. المهم الشاهد، فدلوقتي يتلون حق تلاوته يعني يتبعون حق اتباعه. اذا الايمان الكامل بالكتاب او بالقران هو ايه؟ اتباعه حق الاتباع. ايه ده؟ الاتباع ده بيجي كده من غير فهم؟ لازم قبله فهم. وحق الاتباع وكمال الاتباع ده والايمان اللي فيه دافعيه وفيه تحريك القلب ده بينشا عن التدبر. يبقى اذا النهاردة لما نقول آمن بآية، آمن بالآية، يبقى هو آمن بإيه؟ بمبانيها وألفاظها، أنها من عند الله. وكمال الإيمان بقى بمعانيها، إن إيه؟ إن ده حق وصدق وكذا، وإن هو فهم المعنى ده وتدبره وعمل به أو عمل به. يبقى إذا ممكن نعبر عن حقوق المباني أو الألفاظ بإنها قرآن أو إقراء، ونعبر عن حقوق المعاني أو الحدود بإنها إيمان. يبقى أنا باختصار بقى واجبي تجاه الآية إن أنا أؤمن بيها وأقرأها. إن أنا أؤمن بيها وأقرأها. لو الكلام ده بقى اتفهم كويس جدا هنفهم حديث مشهور للأسف الشديد بيحصل فيه لبس في واقعنا. ومش عارف يعني أنا مش عارف هل ده بقى مقصود ولا مش مقصود، بس في الغالب مش مقصود. إن دايما لما يذكر هذا الحديث، الحديث المشهور حديث الأترجة، تذكر فيه رواية مسلم. وللأسف الشديد رواية البخاري رضوان الله عليهما، للأسف الرواية دي ما تذكرش أو ما تجيش في السكة أو ما يعولش عليها. المهم في صحيح البخاري: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. خد بالك من دي، ويعمل به. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريحه لها. خد بال حضرتك بقى، يبقى احنا كان في تصورنا مين الاترجة يا جماعه؟ الاترجة اللي هو حافظ القران. طب العمل والكلام ده لا مش لازم. طب يا جماعه مين التمره؟ التمره ده اللي هو الرجل اللي على قده ما عندوش حفظ ولا كلام من ده. لا، احنا عندنا دلوقتي في مباني وفي معاني. المباني دي الاترجة ده مع المباني، ان هو يقرا مع الاقراء مع القران. طيب ويعمل مع الإيمان، ولذلك وصف بأنه المؤمن، لأن في مقابله بعد كده والمنافق أو الفاجر. النفاق طبعا هي نفاق عملي مش نفاق اعتقادي، خلاص. طيب فمؤمن أو مع الإيمان، خلاص، ومعاه حقوق المعاني من العمل. طب التاني بقى التمرة. التمرة مش معاه دي، مش معاه الإقراء،
مش معنى يقرأ ان هو ما بيقراش خالص، لا ينفك مسلم عن قراءة اي حاجة من القرآن الكريم، هل اللي بيقرأ الفاتحة في الصلاة، انما المقصود بيقرأ يعني يضبط ويحفظ، ماشي؟ فمش معاه الاقراء، هو مش معاه الاقراء، لكن معاه حقوق المعاني، الايمان بالايه من فهمها وتدبرها والعمل بها، او من فهمها والعمل بها حتى. تمام كده؟ طيب، فلو فهمنا ده يبقى فهمنا الحديث ده. طيب، لو انا ليه دخلت في القصه دي ورحت هنا ورحت هنا؟ عشان بس اوضح لحضراتكم كلام سيدنا عبد الله بن عمر. بيقول: لقد عشنا برهه من الدهر واحدنا يؤتى الايمان قبل القران. ايه قصدك بالايمان قبل القران؟ انت قصدك يعني ان كان بيتعلموا عقيده وبيتعلموا مسائل ايمانيه والايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والحاجات دي، وبعدين بقى بيتعلموا القران، ولا قصدك ايه بالضبط؟ ده تفسير مشتهر، تفسير مشتهر. طيب، هو هيوضح لنا الحقيقه، مش هيتركنا نفسنا. قال: فتنزل السوره على محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت السوره دلوقتي، فيها مباني وفيها معاني، فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. حلال حرام، ده في المعاني ولا في المباني؟ في المعاني بصورة أساسية، يعني الآية دي بتحل إيه، بتحرم إيه، بتؤمر بإيه، بتنهى عن إيه، الوعد والوعيد اللي فيها، ما ينبغي أن يقف عنده منها. يعني إيه ما ينبغي أن يقف عنده منها؟ ما ينبغي أن يقف عنده منها يعني على الراجح إن هي زي وصف سيدنا عبد الله بن عباس لسيدنا عمر بن الخطاب لما قال عنه: وكان وقافا عند كتاب الله. أول ما يذكر بالآية خلاص دخل على سيدنا عمر بن الخطاب رجل أغضبه غضبا شديدا وقال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية، وإنك لتسير فينا سيرة غير مرضية. فغضب سيدنا عمر أحمر وجهه، لهم لا زالوا يسكنونه حتى قيل له: يا أمير المؤمنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال ابن عباس وهو يصف: فسكن غضبه وكان وقافا عند كتاب الله. يعني أول ما يذكر بكتاب الله يعمل به، فوقاف عند الكتاب يعني يعمل به متى ذكر به، فهي حاجة برضو تخص العمل. ولذلك حتى الإمام القاري لم يستبعد أن يكون المراد بها ما يخص المعاني، يعني مش قال ان ده لا يستبعد، مش في الغالب ليس هناك ما يدل على ان يراد بها الالفاظ او ما يسمى بالوقف والابتداء بعد كده، او ما سمي بعد ذلك بالوقف والابتداء. المهم الشاهد: وما ينبغي ان يقف عنده منها. حتى لو قلنا على باب الوقف والابتداء فده برضو عالم معاني، يعني يقف هنا عشان المعنى ويبتدئ من هنا عشان المعنى، والوقف ده لازم والوقف ده جائز، كل ده برضو مرتبط بالمعنى. يعني من اكثر علوم الاقراء المرتبطه بالمعاني هو الوقف والابتداء. المهم لما نيجي نبص دلوقتي: يتعلم حلالها حرامها أمرها زجرها ما ينبغي أن يقف عنده منها، دي كلها معاني. يعني سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إنهم كانوا بيبدأوا بالمعاني الأول. ده معنى الإيمان، يعني فتعلمنا الإيمان بالآيات، الإيمان الكامل بالآيات قبل القرآن الذي يخص الآيات. وعشان كده قال: كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن، يعني الإقراء، زي ما أنتم النهاردة بتبدأوا بالإقراء. يا عم مين قال لك الكلام ده؟ كلام سيدنا عبد الله بن عمر هيؤكده بزيادة. يقول: ثم لقد رأيت رجال. وسبحان الله، يمكن زي ما قلنا في الحلقة الماضية لما اتكلمنا عن كلام سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي وكلام سيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهما، وقلنا الصحابة دايما بيتكلموا بصيغة تشبه صيغة الإجماع، لأنهم ما بيسكتوش عن المخالف. يعني لو سكتوا عن المخالف كان يدونا مساحة، إنما المشكلة هو ما سكتش عن المخالف أصلا. قال: ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من بين فاتحته إلى خاتمته. يعني على مستوى الإقراء إيوان زي الفل، مفيش مشكلة خالص على مستوى الإقراء. يقرأ يعني يضبط ويحفظ معه الإقراء من بين فاتحة إلى خاتمته، لكن شو بقى، ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. أهو ده واضح بقى، أهو إن هو لو السورة دي نفسها سورة محمودة ما كانش أصلا هو يذمها أصلا ولا ينكر على أصحابها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يبقى يقصد بالقرآن هنا الإقراء. قبل الايمان، ايه الايمان؟ بيقول: ما يدري ما امره ولا زاجره، ما هو ده الايمان بقى اللي ناقصه اصلا. فيقرا من بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه، وده يؤكد
انما ينبغي ان يقف عنده منه ويقصد به المعاني، لانه اتكلم عن واحد مع الاقراء يقرا من بين فاتحته الى خاتمته، يعني على مستوى الاقراء هو اوتي الاقراء. يبقى اذا ما ينبغي ان يقف عنده منه يخص المعاني اللي هي ناقصاه. تمام. ثم لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القران قبل الايمان فيقرا من بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زاجره ولا ما ينبغي ان يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، يعني هو لا يبالي بما وراء تلك الالفاظ من المعاني فيلقيها، يعني ولا يتمهل فيتفهمها ويتدبرها ويعمل بها وينتفع بها. المهم لسه سيدنا عبد الله بن عمر ما انهاش كلامه، بيقول وكل حرف منه ينادي، وده في بعض الروايات الاخرى، انا رسول الله اليك. يعني هو بيتعجب من الناس اللي بتعمل كده، بيقول كيف يفعلون ذلك وكل حرف منه ينادي، من القرآن ينادي، أنا رسول الله إليك. ليه؟ لتعمل بي وتتعظ بمواعظي. ده كان المنتظر. طيب يبقى إذن من خلال كلام سيدنا عبد الله بن عمر هنخرج بمجموعة فوائد. الفائدة الأولى من كلام سيدنا عبد الله بن عمر إن المنهج اللي اتعلم بيه الصحابة اسمه الإيمان قبل القرآن. تمام؟ دي أول فايدة نخرج بيها. الفايدة الثانية إن الكلام ده ما كانش مسألة خاصة بسيدنا عبد الله بن عمر، بيقول لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يعني هو بيتكلم بصيغة الإيه؟ بصيغة الجمع. وزي ما قلنا يعني هو ده برضه من شواهد إنه بيتكلم بصيغة تشبه الإجماع. طيب. الفايدة الثالثة إنه بينكر على المخالف وبيذم المخالف. يعني هو ما سكتش عن المخالف، قال ثم لقد رأيت رجال، وده برضو بيقوي ان ده ان الكلام ده شبه اجماع من الصحابة. النقطة الرابعة انه بيدينا تفسير معنى الايمان قبل القرآن، يعني ايه الايمان قبل القرآن؟ بانه المعاني قبل المباني، بانه المعاني قبل المباني، بيدينا تفسير ده. المعاني دي اللي هي راكبة على المباني او فوق الايه المباني، بانه المعاني قبل المباني. طيب فيقول فيتعلم حلالها وحرامها وامرها وزجرها. تمام كده. كمان هو مش بس كده، الفايده الخامسه اللي بيديني مفردات العنايه بالمعاني، يعني لما نعتني بالمعاني نعتني بها على مستوى ايه؟ الحلال والحرام اشبه بما نسميه الوصيه الرئيسيه، الامر والزجر اشبه بما نسميه العواقب الحسنه والعواقب السيئه او الثمرات المغبات، ما ينبغي ان يقف عنده منها اشبه بما نسميه الخطه التشغيليه للعمل او يعني كيفيه الاتباع. تمام. بيدينا مفردات العناية بالمعاني، ان ما هيتوقفش عند مجرد انك تفهمها بس وخلاص، يعني كانت علما وعملا، وده هيتوافق مع اللي قالوه الصحابة قبل كده. طيب او هيتطابق معاه. الفايدة اللي بعد كده ان بيدينا اشارة لان ده منهج صالح للاطفال. منهج صالح للاطفال، منين بقى جبت دي منين؟ نركز مع بعض. سيدنا عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رده في أحد وكان عمره 14 سنة. إذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أحد كانت 3 هجرية، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر كان بين 21 و22 سنة. إذا عمر يعني مرحلة الطفولة كلها، لأن الطفولة في الشريعة ما قبل البلوغ. تمام؟ فمرحلة الطفولة كلها هو عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكمان هو بيتكلم عن الحالة اللي هم كانوا عليها، يعني حالة عامة كانوا عليها أصلا، فده فيه إشارة لأن ده منهج صالح للأطفال. فحد يقول لي بص كلامك كويس ولطيف وجميل، بس برضو مش إشارة واضحة قوي إن ده منهج صالح للأطفال أو هو ده المنهج اللي يخص الأطفال. لذلك بقى هننتقل مع بعض إن شاء الله، نترك سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما ونروح لصحابي تاني، هو سيدنا جندب ابن عبد الله. شوف سيدنا جندب، هنشوف كلام سيدنا جندب اللي هيوضح الى حد كبير ان ده منهج يخص الاطفال. طيب يلا بينا نطالع كلام سيدنا جندب مع بعض. سيدنا جندب بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. في بعض الروايات وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. تاني نركز مع بعض في كلام سيدنا جندب، لأن في شوية فوائد.
لما نركز فيه دلوقتي هنجد ان في فايدة اولى، انه بيؤكد برضو ان المنهج اللي اتعلم بيه الصحابة اسمه الايمان قبل القرآن. تمام؟ طيب الفايدة التانية بيتكلم برضو بصيغة الجمع زي سيدنا عبد الله بن عمر وزي اغلب الصحابة، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا. طيب النقطة الثالثة ان هو برضو بينكر على المخالف، وانتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الايمان. يعني ما وقفش عند مجرد انه ايه، ان هو حكى منهجهم وسكت. طيب النقطة الرابعة اللي هنستفيدها من كلام سيدنا جندب، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي باشر عملية التعليم بنفسه، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاور. الفايدة الحقيقة المهمة جدا بعد كده هي ان ده منهج الايمان قبل القرآن، او عبارة الايمان قبل القرآن بتحكي المنهجية او الطريقة اللي تعلم بها اطفال الصحابة. ازاي الكلام ده؟ لانه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان، وفي رواية فتيان حذاورة، فتعلمنا الايمان قبل القرآن. طيب عايزين نقف مع كلمة غلمان حذاورة، يقصد ايه بغلمان ويقصد ايه بحذاورة؟ طيب الغلام عشان نخلص منه كده، الغلام على كلام القرطبي والقاري والسيوطي وغيرهم، ان الغلام ده اهل اللغة يقولوا انه هو ما دون البلوغ، يعني قبل البلوغ. اذا احنا بنتكلم على طفل كده قولا واحدا، يبقى غلمان خلاص كده احنا بنتكلم على طفل، ده ما دون البلوغ. ودي عبارة زي ما قال القرطبي توازي عبارة الجارية من النساء، الجارية ما دون البلوغ. تمام؟ طيب ونحن غلمان. طب يعني ايه بقى حذاورة؟ يبقى احنا اصلا حتى مش محتاجين كلمة حذاورة، لان حذاورة وصف فوق الوصف، بس طالما قال غلام خلاص، زي ما نقول مثلا دلوقتي ايه، رجل اربعيني، ماشي، رجل اربعيني مثلا في اوائل الاربعينيات، مثلا رجل خمسيني في اواخر الخمسينيات، المهم ان كده عرفنا ان هو اربعيني او خمسيني خلاص. فغلمان دي ان احنا بنتكلم على الاطفال، خلاص كده خلصت. طيب يعني ايه حذاورة؟ الحذاورة في لغة العرب هي الرابية الصغيرة، الشيء المرتفع اللي بدأ ينمو كده وبقى ليه ارتفاع صغير. يعني مش هندخل حضراتكم في تفاصيل تأصيلية، لكن الخلاصة يعني الكلام ده احنا يعني حققناه يعني بتأصيل في كتاب نشر تعريفية منهج المتدبر الصغير، وفي كتابنا المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن، وموجود كمان في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المنظورة. الشاهد النهاردة مين يعني ايه حذاورة؟ حذاورة جمع حذور، والحذور اما ان يكون وصف جسماني او وصف زماني. يعني ايه؟ يعني اما انه بيصف الحالة الجسمانية للطفل، يعني مرحلة من مراحل نمو الطفل هو في حالة جسمانية معينة. ايه الحالة الجسمانية المعينة اللي هو فيها؟ يقولوا ان هو الحذور ده اللي هو قوي واشتد وخدم. يعني النهاردة ابن حضرتك او ابن حضرتك امتى يبقى قادر مثلا يروح يجيب كيلو سكر من السوبر ماركت او البقالة؟ اكيد مش هو عمره سنة سنتين ثلاث سنين، يعني في الغالب كده على خمس سنين ست سنين يبقى قوية واشتد وخدم، وممكن يخدم في البيت ويروح ويجي. يبقى في الغالب على الكلام ده قوية واشتد وخدم بنتكلم على عمر ست سنين خمس سنين كده. طيب وصف زماني، يعني ايه وصف زماني؟ يعني مرحلة زمنية، زي مثلا احنا عندنا في طب الاطفال لما نقول مثلا infant، يبقى احنا نقصد بيها الطفل اللي عمره اقل من سنه، على تصنيف رابطه الاطباء الاطفال اللي هم الامريكان، او على تصنيف الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال اللي هم اقل من سنه. لكن لو احنا في بريطانيا وقلنا infant او رضيع، يبقى احنا قصدنا اللي عمره اقل من سنتين على تصنيف رابطه اطباء الاطفال البريطانيه. يبقى لما نقول رضيع دي مرحلة زمنية، اللي هو الولد اللي عمره أقل من سنة عند الأمريكان وأقل من سنتين عند البريطانيين أو الإنجليز. لما نقول مثلا تودلر يبقى ولد عمره أقل من ثلاث سنين. لما نقول تشايلد، لما نقول إيرلي تشايلدهود، لما نقول أدوليسنت، المهم هو وصف بيعبر عن مرحلة زمنية معينة. طيب المرحلة الزمنية دي إيه بالظبط؟ في كلام كتير عند أهل اللغة، بس أبو إسحاق الطرابلسي كان وصل بيها في تصنيف ان ممكن توازي خمس ست سنين، فقال شوية مراحل كده، قال مرحلة كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ثم حذور، ثم جاب بعدها حوالي اربع خمس مراحل تاني بناء عليه، تقريبا هتبقى برضو في نفس الزمن اللي هو خمس ست سنين، ممكن يكون خمس ست سنين. طيب
يبقى ده معنى حذور، ان احنا بنتكلم عن مرحله زمنيه جوه مرحله غلام او جوه مرحله غلمان، تمام؟ جوه مرحله الطفوله دي. طيب دلوقتي هذا الحذور عمره قد ايه بالضبط؟ والله يعني دون خوض في تفاصيل كثيره، احنا حررنا في منهج المتدبر الصغير ان العمر تقريبا كان بين 6 لـ9 سنوات، لان احنا حررنا ان البلوغ في البيئه دي في الزمن ده في الوضع ده عند الرجال كان 10 سنوات. انا عند 10 سنوات كان بيبلغ، تمام؟ وكانت النساء ممكن تبلغ بدري عن كده، تبلغ عن 9 سنوات، يعني يمكن ده كان وارد ان يحصل بلوغ في السن ده. واحنا بنقول 6، فاحنا ما بين 6 و9 سنين، لان كده كده احنا بنتكلم على حد قبل البلوغ اصلا. فده العمر تقريبا اللي هم اتعلموا فيه بالطريقه دي، فتعلمنا الايمان قبل القران، ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمان. وهيؤكد الكلام ده الواقع العملي اللي هنحكي عنه ان شاء الله بعد شويه. طيب ده كلام سيدنا جندب، واستفدنا منه النقطه دي. استفدنا منه حاجه مهمه برضو وجميله جدا، وهي التمهل والتمرحل. يعني ايه التمهل والتمرحل؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. يعني في تمهل، كلمة ثم بتفيد إن في تمهل وفي تمرحل. يعني إحنا ما بين خيارين، ما بين خيار إن في مرحلة بيتعلموا فيها المعاني بس، وبعد كده يجوا يتعلموا المباني، يعني ياخد فترة كده معاني القرآن يعني نسبق إلى قلبه بها، وبعدين تيجي مرحلة الإقراء بعد كده الحفظ وغيره والتجويد والضبط، أو إن الكلام ده بيتم على مستوى السورة الواحدة، السورة الواحدة ياخد المعاني اللي فيها فهما وتدبرا وعملا، يعني يؤمن بيها وبعد كده ياخد الإقراء بتاعها، تمام كده؟ طيب ده كلام سيدنا جندب بن عبد الله، وهو صريح في إن الإيمان قبل القرآن هو المنهجية اللي تعلم بيها أطفال الصحابة القرآن الكريم. طيب يا ترى هما بس الاتنين اللي اتكلموا؟ لا لا، ده في صحابة تانية اتكلموا. يعني مثلا سيدنا، ايه رايكم ناخد سيدنا حذيفه؟ سيدنا حذيفه بيقول انا امنا ولم نقرا القران. انا امنا ولم نقرا القران، يعني ايه ولم نقرا القران؟ اكيد مش قصده يعني امنا واحنا ما قراناش القران، يعني ما بنقراهوش من القراءه، قصده من الاقراء، يعني احنا امنا وما كانش عندنا الاقراء. طب قصدك ايه بامنا؟ اللي هو الايمان يعني اللي في مواجهه الكفر؟ هنشوف لما نكمل كلام سيدنا حذيفه. يقول وسيأتي من بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يؤمنون. يقرؤون القرآن ولا يؤمنون، يعني كفار؟ لا، يبعد أنه هو يقول كفار، إنما قصده يقرؤون القرآن يعني معهم الإقراء أو القرآن، ولا يؤمنون يعني مش معاهم حقوق المعاني، مش مهتمين بحقوق المعاني، تمام؟ وغيره طبعا من كلام الصحابة التاني في حاجات كثيرة، وهيؤيده يعني يكفي مثلا أن يؤيده بس اللي احنا يعني ذهبنا اليه او انتهينا ليه، ده اللي هو الايمان قبل القران يعني المعاني قبل المباني. مثلا لما ربنا قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، ايه صوره الايمان اللي صدر منهم؟ هل ده الايمان اللي في مواجهه الكفر؟ يعني هو ما كانش كافر بيه او هو مصدق به؟ لا، لان اللي حصل ساعتها ما كانش كده. اللي حصل انهم قالوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، هي دي يتلونه حق تلاوته. يبقى امن الرسول ما انزل من رب المؤمنين، وده كلام حتى القاسم رحمه الله وكلام غيره من المفسرين، ان الايمان النبي صلى الله عليه وسلم بالايات وايمان الصحابه بالايات اللي ربنا مدحه واثنى عليه كان اللي هو الفهم والتدبر والاستعداد للاستجابه والعمل. لان لو نذكر يعني انا يمكن قلت الكلام ده في خواتيم سورة البقرة قبل كده، قلت يعني سبحان الله خواتيم سورة البقرة دي لو كانت نزلت على بعضنا ما كانش هيندهش ولا يحصل أي مشكلة. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا لو نزلت على بعضنا لله ما في السماوات وما في الأرض هنحفظها ونقعد نقراها وهنجودها وهنضبطها وناخدها بالقراءات العشر ولا في أي مشكلة خالص ولا نحس بأي مشكلة. لكن الصحابة لما كان منهجهم في تلقي الآيات التلقي للتنفيذ، فلما وصلتهم فهموها. طيب فهموها مش كده بس، ده تدبروها، فهموا منها ايه؟ وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فهموا منها انهم مطالبين بالتحكم في الخواطر زي ما بيتحكموا في الظاهر. طيب تدبروا الكلام ده، تفكروا في عواقب الكلام ده، عواقب الاستجابة ليه. لو استجبنا وعملنا كده فعلا هنستفيد ايه؟ لو ما استجبناش او قصرنا هنخسر ايه؟ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فلما تدبروا بدأوا يخافوا،
ان هم متوعدين بالعذاب لو ما تحكموش في الخواطر زي ما بيتحكموا في الظاهر. طب وبعدين شرعوا في التنفيذ وفي العمل، حاولوا ان هم يعملوا بيها، فوجدوا نفسهم في مشكلة مش عارفين يتحكموا ازاي في خواطرهم، فلذلك شعروا بالأزمة وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عباس، فجثوا على الركب، يعني من الفزع والخوف الشديد من اللي هم فيه أصلا، جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق وهذه التي لا نطيق. مش قصدهم لا نطيق أنا مش عايزينها، قصدهم مش عارفين نعملها ازاي، مش عارفين نطبقها ازاي، مش عارفين ننفذها ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا سمعنا وأطعنا، وفي رواية وسلمنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالصحابة قالوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، خلاص احنا مستعدين للاستجابة والاتباع. يبقى هم دلوقتي لما ربنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، النبي كان لما نزل عليه الآية نفسه قال سمعنا وأطعنا، ولما نزل على الصحابة قال قولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إذن إيه صورة الإيمان بتاعهم؟ الإيمان بتاعهم ما كانش إن هم صدقوا إن ده من عند ربنا، لا، ما دي خلصانة. الإيمان بتاعهم كان اللي هو بنقول عليه الإيمان الكامل، اللي هو يتلونه حق تلاوته أو يتبعونه حق اتباعه، اللي هو فهم الآيات وتدبرها والعمل بها. المهم يعني مش هنتخاض في المسألة دي كتير، وحتى يمكن الشيخ محمد إسماعيل المقدم وغيره يعني كانوا يعني قالوا إن الإيمان قبل القرآن، يعني المعاني قبل المباني. وفي حتى مقطع كده يعني إحنا مشيرينه على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحية القناة الرسمية للشيخ المقدم بيقول إن الإيمان قبل القرآن يعني المعاني قبل المباني. المهم الشاهد، فدلوقتي إحنا عرفنا من الكلام اللي مر ده، وأنا زي ما قلت حريص إن أنا ما نقلش كلامي أنا، حريص إن أنا ما نقلش كلامي أنا، إن الإيمان قبل القرآن يعني المعاني قبل المباني، تمام؟ لكن بعض الفضلاء ممكن يقول طيب لا، الإيمان قبل القرآن يعني الإيمان على المعنى المشهور في الاصطلاح اللي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والعقيدة والأمور دي. فأنا هسأل يعني الفاضل اللي بيقول الكلام ده سؤال، طيب لو افترضنا جدلا ان هو الايمان قبل القران يعني العقيده والامور دي، هم كان المحتوى اللي بيستخدموه في تعليمها ايه؟ يعني هم قالوا تعلمنا الايمان، طب كان انهي محتوى؟ بيجوا مثلا نصوص من التوراه، نصوص من الانجيل، ما هو برضه نصوص من القران، طب نصوص القران دي كانوا بياخدوا ايه؟ عشان خاطر بقى ياخدوا حاجات يؤمنوا بيها، يصدقوا بيها ويعتقدوها ويعملوا بمقتضاها، فكان بياخدوا ايه؟ معانيها. فحضرتك برضه هترجع لنفس الكلام تاني، لو قلنا الايمان قبل القران يعني الاعتقاد او العقيده والإيمان بالله والملائكة وكتب الرسل قبل ما يحفظوا القرآن أو يتعلموا القرآن، هتبقى هي برضو إن مجموعة من الآيات أو آيات مهمة بياخدوا المعانيها والأمور اللي فيها وهم يشوفوا إزاي يعملوا بيها، وبعد كده بينتقلوا للإقراء أو للتحفيظ أو للتجويد أو غيره من أمور الضبط والإقراء. ده الصحابة بيحكوه بما يشبه الإجماع، وده اللي كان عليه الصحابة الكرام. السؤال المهم جدا 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 في نهاية حلقة النهاردة، أنا وإنت فين من الكلام ده؟ على المستوى الشخصي كمتعلمين، على مستوى الصلاح كمتعلمين ومتعبدين، وعلى مستوى الإصلاح كمعلمين ومدرسين لغيرنا. نسأل الله أن يردنا إلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير.